نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. القوات المسلحة، القضاء على إرهابيين شاركوا في هجوم الواحات الإرهابي. هيئة الاستعلامات، رويترز وبي بي سي تصححان أرقام شهداء الواحات. صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% العام المقبل. شوقي، لا توجد مؤامرة لتعطيل المدارس اليابانية ونعاني من التشكيك والشائعات. مصر تحتل المركز السابع عالمياً من حيث امتلاك الدبابات بمختلف أنواعها. واشنطن، لا نطلب تفويضاً من أحد لشن هجوم عسكري ضد الأسد. الدوحة تستفز الخليج، نثمن الدور الإيراني في مساندتنا ضد دول المقاطعة. أردوغان يقاضي نائباً برلمانياً بعد وصفه بالديكتاتور الفاشي. وياسر أيوب يكتب الأهلي والوداد والمخاوف والشائعات. أعلنت القوات المسلحة القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة في تنفيذ الهجوم الإرهابي على طريق الواحات، والذي أسفر عن استشهاد 17 من رجال الشرطة. وهجمت القوات الجوية منطقة اختباء الإرهابيين بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ما أدى للقضاء على عدد كبير منهم وتدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار. وللتعقيب على ما لدينا من أخبار، بالرحب معنا في الاستوديو بالعميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير سيادة العميد. مساء الخير، أهلا بك سيادة العميد. يعني البعض يتساءل، لماذا لا نجد تدخل عسكري في ليبيا لإنهاء تهديد حدودنا من تسلل الإرهابيين؟ وفي البداية بس بنهني قوات انفاذ القانون، قوات مسلحة بأفراحها، القوات الجوية طبعا والداخلية والشرطة وجميع أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، وبنهني السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على يعني المعلومات اللي وصلت لنا حتى الآن. يعني لم يصدر بيان كامل بخصوص تفاصيل العملية، لكن العملية بتعكس أولا أن مصر بتتعقب هؤلاء، وأن الفترة اللي هي دلوقتي أكثر من 10 أيام لم تكن يعني فيها الدولة عاجزة أو صامتة، ولكن كانت مرحلة من مراحل البحث في صحراء يعني طويلة مترامية الأطراف لحين الوصول ليس فقط للإرهابيين، لأن كان في عملية الكيلو 175، لا، القضية أن نصل للجناة وياخدوا يعني القصاص العادل لشهدائنا. موضوع ليبيا موضوع شائك، مش بسهولة للناس بتتناوله. في مجموعة قرارات أممية بدأ من قرار 1973 فلسنة 2011 بتحظر التدخل في الصراع أو دعم سلاح أو توصيل سلاح لكافة أطراف الصراع. والقرارات الأممية صادرة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. مصر لما قامت بالغارات على دارنا ردا على عمليات مماثلة أو في نتيجة استهداف أبنائنا المسيحيين في خليج سرت، كانت مستندة للميثاق الأمم المتحدة البند 51 اللي بيجيز للدول أنها ترد على الاعتداء. لكن بشكل عام أنك تدخل جيش أو سلاح أو ذخيرة، هذا لا مصر ولا غير مصر تقدر. وإن كان طبعا مصر ملتزمة بالقرارات والمعاهدات الدولية، لكن على الجانب الآخر بنجد في الغرب وفي قاعدة معتيقة بتيجي السلاح من تركيا ومن قطر وبينزل لسواء لقوات مصراتة أو الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الغرب. لكن مصر ملتزمة تماما بتأمين حدودها اللي هي أكثر من 1150 كيلو مع ليبيا، وهو تحدي كبير. حدود الصحراء الغربية 680 ألف كيلومتر مربع، يعني بمساحة سوريا والعراق مجتمعين، بيتأمنها. وكل يوم في ضربات، أكثر من 1200 مركبة دفع رباعي تم تدميرها على مدار عام. مصر قادرة، وقادرة أيضا على التعامل مع أي تهديدات مقتربة حتى لو كانت خارج الحدود الدولية.
المجتمع الدولي لو عايز يكافح الإرهاب بيرفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ودعم حكومة الشرعية حكومة الشرق، وقضية التفاوضات وعلى طريقة يعني السخيرات وجنيف، أنا أعتقد أنها لن تجدي نفعا، وأن الحل هو أن يدعم هذا الجيش ويحوي الميليشيات المسلحة في كافة أرجاء ليبيا، سواء من كانوا في الجيش الليبي اللي كان موجود، أنا مش هقول جيش القذافي، الجيش كان جيش الشعب الليبي، وينضم ليه كل الوسطيين وكل المؤمنين بمدنية الدولة، يكون هناك جيش قادر على دحر الإرهاب كما نجح الجيش الوطني الليبي الآن في دحر الإرهاب في الشرق وفي مناطق الشرق في بنغازي وفي درنة وأبعد من ذلك وفي الجنوب أيضا، إذا تم تسليحه بغطاء أممي وتشكل قوات عربية على طريقة القوى العربية المشتركة، في هذه الحالة إن استقرت الأوضاع في ليبيا يعني هيخف الحمل على الحدود الغربية المصرية، والإرهاب العابر للحدود سواء اللي بيهدد مصر أو دول أخرى سواء تونس أو الجزائر أو دول الساحل والصحراء. اعتمدت وكالة رويترز وشبكة البي بي سي عدد الشهداء المعلن رسميا من وزارة الداخلية دون أي تقديرات أخرى في تغطيتهما للشؤون المصرية المتصلة بحادث الواحات الإرهابية بعد أن تأكدت صحته، وذلك بعدما أصدرت هيئة الاستعلامات بيانا حمل احتجاجا شديدا على تغطيتهما لحادث الواحات، وطالبتهما بتصحيح عدد الشهداء غير الدقيق والمبالغ الذي ورد في تغطيتهما لها وأخبارهما العاجلة عنها. سيادة العميد، هل تعتبر تلك الخطوة كافية للرد على المعلومات المغلوطة التي تداولتها يعني الوكالات الأجنبية، أم أنك تعتقد أن ما يرسخ في ذهن ووعي المتلقي للمرة الأولى لا يوازيه يعني أي تصحيح بعد ذلك؟ لا، هو في الحالة دي الأمور مختلفة. السبب هو الكذب كان مفضوح وباين، هما تحدثوا على عدد من الشهداء أكثر من 17، يعني الأقل 30 والأقل 50. طب هل خلال الفترة دي أضافوا اسم شهيد؟ لا، لم يحدث طبعا. لم يحدث. الشهيد ده مش ليه أسرة هتسأل عنه، ولا الشهيد ده يعني ملوش أهل بيسألوا عنه؟ يعني أكيد ليه أهل بيسألوا عنه. الآلية اللي بتتبعها الجهات الرسمية هي معروفة. أولا اللي بتعلن الشهداء والمصابين وزارة الصحة وليس وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، ده أول بند. الشهيد يعني جثمان موجود في عهدة وزارة الصحة أو مصاب موجود في أحد المستشفيات أو بينقل بالإسعاف. لو مش مصاب أو سليم أو شهيد يبقى في أعداد المفقودين زي النقيب محمد اللي احنا يعني في معلومات يعني تداولها على أنه تم تحريره اليوم، ولكن لم يصدر بيان رسمي من الجهات الرسمية. فلما بتعلن القوات المسلحة أو الشرطة البيان بيبقى كل بيان باسم، اولا لابد ان يكون اسرته تبلغت باستشهاده او اصابته. ما ينفعش انسانيا ان انا اعلن عدد بدون اسماء مجهله، يبقى انا بعمل بلبله في الشعب المصري كله، كل من عنده ابن ضابط او جندي موجود في تلك المنطقه ربما يكون هو. فالبيان الرسمي اللي بيروح للاعلام، الاعلام الرسمي والاعلام الوطني بينقله، والاعلام في هذه الحاله هو ناقل، لا يمكن ان يجتهد. يعني مثلا ما يكونش 17 وانت مخليهم 19 يمكن حد يستشهد تاني. فاللي حصل في المره دي غير مسبوق، وعلى سبيل المثال الكثير تحدث ان تلك المأمورية لم يعد منها مصابين، يعني المأمورية بالكامل استشهدت. طيب اللي في مستشفيات الشرطه المصابين دول جم منين؟ فالكذب كان باين. لكن ده بالعكس، الاحداث دي بتخلي المواطن لا يثق في الوكالات قد ما يثق في الإعلام الوطني، لأنه اللي جاي للإعلام الوطني هو البيان الرسمي. لا يقدر جهة رسمية تزود شهيد أو تنقص شهيد، لأن فيه استحقاقات قانونية على من استشهد أو من أصيب أو أصيب بعجز كامل أو عجز جزئي. فإجراءات دي ما فيهاش اجتهاد. وفكرة الصحفي اللي عايز ياخد سبق، أنت بتعمل بلبلة في الرأي العام، لكن أنا يعني من وجهة نظري أن ده بالعكس هيزيد الناس في ثقة في الإعلام المصري. لكن مطلوب من الإعلام المصري برضو إن هو يجيب خبر زي النهاردة كده، حتى لو خبر مش مكتمل، عشان ما استناش الإعلام الخارجي.
أعلن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر ناتج عن الانتعاش الذي شهدته مختلف القطاعات، في إشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف بدأت تؤتي ثمارها بالرغم من استمرار ارتفاع مستويات التضخم، فيما يتوقع الصندوق أن تجذب مصر مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يتوقع ارتفاع معدلة النمو إلى 4.5% خلال العام المقبل. بعث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدد من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنة أولياء الأمور حول نظام التعليم الجديد وامتحانات الثانوية العامة الذي يتم دراسته حاليا. وعن المدارس اليابانية أكد الوزير أنه لا توجد مؤامرة لتعطيلها، مشيرا إلى أنه يعاني من حجم هائل من الشائعات والتشكيك والاستدراج لقضايا جانبية لا تصب أو لا تصيب الأهداف الكبرى أمام الوزارة. أعلن طارق قبيل وزير التجارة والصناعة إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية أن الخريطة تضم أكثر من 4000 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية، مشيرا إلى أن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر. سيادة العميد، ربما تأخر كثيرا اشتراك أبناء مصر في الخارج في التنمية والصناعة الوطنية، لكن برأيكم كيف يمكن الاستفادة من أبناء الوطن في الخارج للنهوض بالخريطة الاستثمارية الداخلية؟ أبناء الوطن في الخارج لو أنا عايز استفيد منهم أتعامل معهم من منطلق إن هم مواطنين بيقضوا عمرهم في الخارج عشان يجمعوا مبالغ ليأمنوا مستقبلهم. لو تعاملت معاهم من منطلق ان هم بكسبهم هيجوا هيشاركوا زي ما بيستثمر في تونس او في مصر او في اي او في دبي او في اي حته. فكره ان انا هلعب على المشاعر الوطنيه دي ربما تكون في الاعلام شكلها حلو لكن مش هتبيع. ولابد من ان الملحقين بتوعنا في السفارات وبالذات الملحق التجاري والسفير يتحركوا اكتر من كده وسط الجاليات ويسوقوا للخريطة، لأن ممكن إحنا الناس مش سامعة قناة القاهرة والناس، ممكن المصريين بره ما يكونوش عارفين بالكلام ده، إعلامنا مش موجود بره، فده دور السفارات ودور اللي هم بيسموه عميد الجالية أو الناشطين في الجالية إن هو يسوق للخريطة دي. نشر موقع جلوبال فاير باور الأمريكي إحصائية بشأن أقوى 10 جيوش في العالم تمتلك دبابات بمختلف أنواعها، ووفقا لإحصائيات جاءت مصر في المرتبة السابعة بنحو 4100 دبابة، فيما جاء الجيش السوري في المرتبة الخامسة ب 4640، وتصدر المركز الأول الجيش الروسي بأكثر من 20200 دبابة متنوعة، يليه الجيش الصيني ثم الجيش الأمريكي ب 5800 دبابة. سيادة العميد، لا شك أننا يعني نعيش في منطقة متوترة سياسيا في العالم العربي، برأيك هل يتم يعني تقييم قوة الجيوش بناء على عدد وتعداد وتنوع الدبابات فقط أم يعني يعتمد على القوى العددية للجنود والمعدات البحرية والطائرات الحربية وغيرها؟ كل ده وهو أكثر هو بيقيم كمي ونوعي، يعني بيقيم قوات ومستوى تدريب، ومستوى التدريب بيتحسب على العمليات اللي بتخوضها القوات، وعشان كده مصر ترتيبها بيتحسن نتيجة إنها بتخوض عمليات الحرب على الإرهاب. بالإضافة للأسلحة، مصر جابت أسلحة كبيرة وجديدة وحديثة وطائرات رافال متطورة ومسترال، فده بيحسن. بالإضافة لمساحة الدولة طبقا لقوات حرس الحدود اللي تكفي تأمنها، توفر الموارد، المحروقات، الوقود، البترول اللي يكفي عدد المركبات والدبابات اللي عندك، مستوى الاقتصاد والجزء المخصص للمجهود الحربي، خبرة القتال، يعني القوات الجوية تصنيفها اتحسن بعد الحرب على الإرهاب. قبل كده كان أثيوبيا قبلنا، لكن أنا يعني كباحث أنا أرى إن إحنا ما نعولش كتير على جلوبال فاير باور، لأنه النهارده بيقول إن إحنا في المركز العاشر فننبسط، ممكن بعد أسبوعين يخلينا في المركز 18 فيطلع الناس يقول لك إيه انخفاض ترتيب الجيش المصري. فيعني موضوع المواقع المستقلة والخاصة دي أنا عن نفسي ما بعتدش بيها قوي، لكن الواقع بيقول ان هو في يوم من الايام قالوا الجيش العراقي السادس، بس دي كانت مهمه لعقوبات على الجيش العراقي. نعم.
إلى فاصل مشاهدينا، ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي أن البيت الأبيض لا يطلب تفويضا من الكونغرس لعمل عسكري ضد القيادة السورية، لكنه مصر على الاحتفاظ بتفويض مطلق لمحاربة الإرهاب. ومن جهته أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن جنديا أمريكيا وما يزيد عن 600 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في عملية استعادة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي. بنرحب بعودتك معنا مرة ثانية سيادة العميد، وبرأيك هل حقق التدخل الأمريكي بالأراضي السورية هدفه، وهل تعتقدون أن أي عمل عسكري ضد القيادة السورية سيمر ربما من دون غضب أو رد فعل من روسيا وإيران؟ هو لو على أهداف أمريكا المعلنة لم يتحقق، لأن هم كانوا قضيتهم الأولى الأسد، والأسد لازال باقي، يعني رحل أوباما والأسد باقي. أما ما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس بشار الأسد، أنا أعتقد ستلجأ لها أمريكا لإشعال الموقف، وفي هذه الحالة تصبح يعني تزيد الفوضى في سوريا، فيصبح يعني سياسة الأرض المحروقة، يعني تتركها للروس والإيرانيين وهي أرض محروقة. اتفقت قطر وإيران على تشكيل لجنة مشتركة للنقل والمواصلات تهدف إلى تيسير التبادل التجاري والنقل الجوي والبحري بين البلدين. من جانبه ثمن وزير المواصلات القطري الدور الإيراني الذي وصفه بالإيجابي تجاه قطر منذ بداية الأزمة الخليجية، فيما أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتجديد إجراءات الدخول والإقامة في بلاده للقادمين من دولة قطر. سيادة العميد، يعني لا شك أن العلاقات الإيرانية القطرية كانت ولا تزال ودية ودافئة ومميزة رغم الخلاف الظاهري بينهما في سوريا، يعني طبعا هذا بخلاف المصالح المشتركة الاقتصادية المبنية على وجود حقل غاز مشترك بينهما في يعني في مياه الخليج، لكن يبدو أن طهران تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك على المستوى السياسي وعلى مستوى الأمني. ما تعليقك؟ إيران وقطر لهم علاقات من قبل تلك الأزمة، لكن الأزمة حولت العلاقات يعني من علاقات سرية يعني أو جواز سري إلى جواز علني. إيران مبدأها معروف، هو الوكالات، أن تشعل جنوب المملكة في اليمن، تشعلها في خاصرة الجزيرة العربية في اليمن، تشعلها في العراق في وخاصة في محافظة الأنبار، وتضيف قطر كشوكة في جنب الجزيرة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية عشان حتى مجلس التعاون الخليجي تكون عملت فيه اختراق وتحول إلى الأشقاء إلى أعداء، في هذه الحالة تصدر أزمات تلهيهم عن أزمة مواجهة الحروب بالوكالة من جانب إيران. تسلمت القوات العراقية معبر إبراهيم الخليل بمنطقة الخبورة الحدودية مع تركيا، وهو نقطة العبور الرئيسية بين تركيا وإقليم كردستان العراق. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بالدور التاريخي لمسعود برزاني رئيس الإقليم الذي أعلن أنه لن يستمر في منصبه، ودعا ماكرون حكومة كردستان والسلطات العراقية إلى التوقف عن العمليات العسكرية ومواصلة الحوار بدعم من الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى سلام دائم وعراق موحد. سيادة العميد، هل تقترب بغداد ربما من حل الأزمة الكردية برحيل برزاني؟ لا، هو بس خرج من تفجير الأزمة، لكن رحل الأزمة لسبب موضوع حلم كردستان الكبرى سواء في العراق أو في سوريا أو في إيران أو في تركيا من الأكراد، هو حلم لن يتم التنازل عنه بقرار، لكن هو العراق يعني فرض سيطرة الدولة الاتحادية على المنافذ، خروج برزاني لفتح الطريق لربما لنفس آخر يكون أكثر استعدادا للنضال، لكن الموضوع لن ينتهي، وخاصة أن هناك دول كثيرة ومنها إسرائيل ومنها روسيا ومنها دول أخرى بتشجع كردستان العراق. وصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة عن طريق معبر بيت حانون
إيريتيز للمشاركة في مراسم تسليم معابر القطاع إلى حكومة الوفاق الفلسطينية. ومن المقرر أن يباشر الوفد المصري عملية تسليم المعابر الحدودية كرم أبو سالم وبيت حانون معبر رفح لحكومة الوفاق الوطني. وأكد حسين الشيخ وزير الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر رفح البري سيعود للعمل بشكل طبيعي ابتداء من يوم 15 من نوفمبر المقبل، وذلك بتنسيق كامل مع السلطات المصرية. عودة لك مرة أخرى سيادة العميد، هل بتسلم الحكومة الفلسطينية معبر رفح معناه يعني إغلاق ملف الأزمة أو أزمة الأنفاق؟ لحد ما السبب الأنفاق كان في جزء حركة المقاومة الإسلامية حماس بتديره عشان تجيب منه دخل، وهو تهريب سلع عادية يعني، فده هينتهي يعني لسبب بقى في مسار وانتظام فتح المعبر هيخلي الأمور سواء انسياب المستلزمات الأساسية لأشقائنا في غزة أو إن هو يكسب، مش عيب إن هو يكسب يعني ويتاجر يعني وياخد رسوم على اللي داخل واللي خارج. لكن الشق الإجرامي ربما وجود الحرس الرئاسي والسلطة مع حماس أن تقوم بمسؤولياتها ستحكم الأنفاق لحد كبير، لكن هناك فصائل أخرى داخل قطاع غزة مش كلها حماس، يعني يمكن الإعلام بيركز على حماس، منها أربع فصائل: جيش الإسلام وجيش الأمة ومجلس شؤون المجاهدين والتوحيد والجهاد أو أنصار بيت المقدس، هم يعني أقرب للي موجودين في سيناء، ودائما هم اللي بيسعوا لتهريب سواء أفراد لإشعال الموقف على جانبي الحدود، فده التحدي ده سيظل موجود. لكن لا شك أن كده عودة الأمور لوضعها الأصلي هو بداية الحل، والوفاق هو بداية الحل، ووجود نفوذ مصر وأجهزة الأمنية المصرية في غزة أنا أعتقد سيساعد في سواء في بناء القدرات أو تبادل المعلومات عشان يعني يوصل الموضوع ده للحد اللي ممكن نقبله فيما يتعلق بضبط الحدود. بدأ السباق من أجل الحصول على غرفة فندقية في روسيا لحضور مباريات كأس العالم المقررة الصيف المقبل، فمع تأكد وصول 22 منتخبا وبدء طرح تذاكر المباريات زاد الإقبال على حجوزات الفنادق في 13 مدينة تستضيف البطولة، مما أدى إلى قفزات جنونية في الأسعار وصلت في بعض الأحيان لزيادة قدرها 7 أضعاف السعر العادي. أعلنت الأمم المتحدة أن حجم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سجل العام الماضي مستوى لم تشهده الأرض منذ ملايين السنين، وأن ذلك ساهم على الأرجح في ارتفاع منسوب مياه البحار 20 مترا وارتفاع الحرارة 3 درجات مئوية. وذكرت المنظمة أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يعد أكبر مصدر بشري ضمن العوامل المسببة للاحتباس الحراري. إلى فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان الأهلي والوداد والمخاوف والشائعات، يكتب ياسر أيوب في عدد 4 من المصري اليوم مطالبا بالكف عن إطلاق الشائعات عن وجود رشاوي للكاف لخسارة فريق الأهلي وفوز نادي الوداد المغربي ببطولة أفريقيا، مؤكدا أن كثرة هذا الكلام سيغرس في نفوس لاعبي الأهلي رغما عنهم إحساسا داخليا بأنهم سيسافرون إلى المغرب لخسارة البطولة. وأكد رغم الدوافع الحقيقية لخوف الأهلي من وجود اضطهاد تحكيمي يمكن أن يتعرض له، إلا أن عليه التفكير أولا في الفوز احتراما لجماهيريته واسمه. سيادة العميد، يعني لماذا نفكر دائما بنظرية المؤامرة ونغذي أنفسنا بأنه هناك دائما اضطهاد لتبرير أي إخفاق دون التركيز على محاولات دفعها؟ أنا متفق مع الأستاذ ياسر أيوب تماما، يعني مش عيد اللي هو قاله، لكن أنا هضيف بعد آخر. احنا بنسيء لدولة شقيقة للوداد المغربي، رياضة معمولة عشان تقرب الشعوب والناس تستمتع، مش نوع من الحروب. بدليل حاجة احنا عندنا في الفريق الاهلي في اللعيب التونسي وفي اللعيب المغربي وفي جماهير صفاقسي يشجعوا الاهلي للنجم الساحلي، وجمهور الزمالك يشجع الوداد عشان يعني انا اقصده هي رياضة مش فكرة حروب. اللي بيكلم في ده بيسيء للكاف اولا،
وهي يعني هي المنظم للكرة في القارة، بيسيء لفريق شقيق، بيشحن الأمور وبتأثر على الفرق، فتحصل يعني ربما مشاكل أو توتر ما بين شعبين شقيقين عشان شائعات. الأهلي على مدى تاريخه حصل على يعني النمرة واحد في البطولات، أرقام قياسية، وواجه كل حاجة سواء من تحكيم لأرض الجمهور. فإحنا يا ريت نخلي الرياضة في مكانها وتبقى فرصة إن إحنا نجمع بالذات شمال أفريقيا، يعني تونس والمغرب والجزائر وليبيا، مش تبقى فرصة إن نتهم بعض. ويعني فيا ريت مش يعني بناقص بطولة اللي تخلينا حتى أخسر شعب شقيق أو أتهمه بالبطل. والآن مشاهدينا فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، تابعونا. عودة مرة أخرى مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 714 جنيه، جرام عيار 21 625 جنيه، جرام عيار 18 536 جنيه، جرام عيار 14 417 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب 5000 جنيه. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 31-20، الإسكندرية 27-22، شرم الشيخ 32-26، الغردقة 32-23، الأقصر 36-22، أما عن أسوان فالعظمى 38 والصغرى 23. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة. شكرا سمر. شكرا يا أمين. شكرا سيادة العميد سمير راغب. والشكر موصول لكم مشاهدينا، تلتقون غدا إن شاء الله ونشرة جديدة من المصري اليوم على القاهرة والناس. دمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم: القوات المسلحة، القضاء على إرهابيين شاركوا في هجوم الواحات الإرهابي. هيئة الاستعلامات، رويترز وبي بي سي تصححان أرقام شهداء الواحات. صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% العام المقبل. شوقي: لا توجد مؤامرة لتعطيل المدارس اليابانية ونعاني من التشكيك والشائعات. مصر تحتل المركز السابع عالميا من حيث امتلاك الدبابات بمختلف أنواعها. واشنطن: لا نطلب تفويضا من أحد لشن هجوم عسكري ضد الأسد. الدوحة تستفز الخليج، نثمن الدور الإيراني في مساندتنا ضد دول المقاطعة. أردوغان يقاضي نائبا برلمانيا بعد وصفه بالديكتاتور الفاشي. وياسر أيوب يكتب: الأهلي والوداد والمخاوف والشائعات.